وفي خبر عاجل ورد قبل قليل تشير المعلومات إلى اغتيال إسماعيل هنية المسؤول في حركة حماس في طهران، المسؤول عن المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية في طهران. فإذا في أخبار أولية اغتيال إسماعيل هنية المسؤول في حركة حماس رئيس المكتب السياسي يتم اغتياله في طهران. وفيكم بكل جديد حول هذا الموضوع فورا ورود أي معلومات. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 مدنيين وإصابة 74 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. وأشارت الوزارة إلى أن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل سيدة وطفلين، لافتة إلى أن البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض. وأوضحت أن 5 من الجرحى في حال حرجة.